سلم عليكم باسم يسوع المسيح. برحب بكم في محضر الله. كلمة الله تؤكد لنا إن الرب بيحبنا. في إنجيل يوحنا إصحاح 3 آية 16 يقول كده الكتاب: لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. الدافع الذي جعل الله يبذل ابنه الوحيد لخلاص البشرية هو الحب. يقول الأول قبل ما الله يبذل ابنه لخلاص العالم كفارة لخطايا العالم يقول كده: لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به. هو بذل ابنه الوحيد ليه؟ عشان أحب العالم. لماذا أرسل الله كلمته المتجسدة؟ لماذا أرسل الله ابنه الحبيب؟ لأنه أحب العالم. كتاب أيضا يقول: الذي لم يشفق على ابنه الوحيد بل بذله من أجلنا أجمعين كيف لا يهبنا معه كل شيء. ده سؤال. بذل ابنه الوحيد من أجلنا أجمعين كيف لا يهبنا معه كل شيء. الرب وهبنا كل شيء مع ابنه الحبيب. عندما نؤمن بالذي يبرر الفاجر، هل أنت ما زلت عايش في الخطايا؟ هل أنت ما زلت عايش في العالم؟ ألستم تعلمون أيها الإخوة أن محبة العالم عداوة لله؟ مش هتقدر تحب العالم وتحب الله في نفس الوقت. مش هتقدر تحب العالم وتحب الله في نفس الوقت. الكتاب قال كده: لأني محبة العالم عداوة لله. تبقى أنت بتكذب على نفسك، تخدع نفسك وبتضل نفسك إذا قلت أنا عايز العالم وعايز الله. ما المقصود بحب العالم وحب الله؟ أو كيف نحب الله ونبغض العالم، أو نحب العالم ونبغض الله؟ انظر لنفسك بنظرة كده فيها صدق، كن أمين ولو مرة واحدة وصادق مع نفسك ولو مرة واحدة في حياتك. انت عايش زي الناس اللي في العالم ولا عايش كما يحق لإنجيل المسيح؟ انت عايش زي الناس اللي في العالم ولا عايش بحسب وصايا الله؟ خلينا نفتح كلمة الله. كلمة الله هي غذاء لأرواحنا. كتاب في إنجيل يوحنا
إنجيل يوحنا الإصحاح الأول آية واحد، إنجيل يوحنا 1:1 يقول الكتاب: في البدء كان الكلمة، وكان الكلمة عند الله، وكان الكلمة الله. هذا في البدء كان عند الله، فيه كانت الحياة، والحياة نور للناس، والنور يضيء في الظلمة، والظلمة لم تدركه. كان إنسان مرسل من الله اسمه يوحنا، هذا جاء للشهادة ليشهد للنور، لم يكن هو النور بل ليشهد للنور. وكان النور الحقيقي الذي أتى للعالم لينير كل إنسان أتيا في العالم. إلى قصته جاء وقصته لم تقبله، وأما كل الذين قبلوه أعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنين باسمه، الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل بل من الله. والكلمة صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده مجدا كما الوحيد من الآب مملوء نعمة وحق. بعد كده يقول إن الناموس بموسى أعطي، أما النعمة والحق فبيسوع المسيح قد صار. في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. مين هو الله؟ الكلمة. عن أي كلمة بيتكلم؟ كلمته الكتاب المقدس. الكتاب المقدس هو كلمة الله، ورأينا كلمة الله تتجسد وتحل بيننا نحن البشر، وتجول في شوارعنا، وتصنع الخير، وتشفي جميع المتسلط عليهم إبليس. الكلمة صار جسدا، الكلمة الحية. هل أنت بتحب الرب يسوع؟ الحب مش بالكلام ولا باللسان. ازاي تتأكد بينك وبين نفسك انك حقا بتحب الرب؟ ما قرأتش في الكتاب ان اللي مش بيحب الرب يسوع هو مرفوض، هو يقطع من بين شعب الله؟ في رسالة غلاطية في رسالة كورنثوس الأولى 16 آية 22، كورنثوس الأولى 22: إن كان أحد لا يحب الرب يسوع المسيح فليكن أناسيما. مران أسى إيه الكلام ده؟ إن كان أحد لا يحب الرب يسوع فليكن أناسيما مران أسى. إن كان أحد لا يحب الرب يسوع فليكن مرفوض من ملكوت الله. إن كان أحد لا يحب الرب يسوع المسيح فليكن ملعون ويقطع من ملكوت الله. هل أنت بتحب الرب يسوع؟ ولا أنت أناسيمة؟ هل أنت بتحب الرب يسوع وأعطيته حياتك، ولا أنت أناسيمة؟ وإذا كنت ما تعرفوش تعالى، لأنه ما بيرفضش حد. يعني إيه من لا يحب الرب يسوع فليكن أناسيمة؟ كيف نحب الرب يسوع المسيح؟ هل لما بتكلم عن الرب يسوع المسيح أنا بتكلم عن الجسد البشري؟ هو مين هو الرب يسوع المسيح اللي كلمة الله بتدعونا لحبه؟ هل هو الجسد؟ كتاب يقول الكلمة،
هو الرب يسوع قبل ما يكون جسد كان ايه؟ كان كلمة. لما يجي يدعونا، لان ساعات لما نيجي في ذهننا كده اجي اقول لك بتحب الرب يسوع، يجي في ذهنك ان الرب يسوع ده انسان، او يجي في ذهنك على طول ان الرب يسوع ده لحم ودم جسد بشر. لا، الكتاب هنا بيتكلم عن يسوع المسيح كلمة الله. لما سألوا الرب يسوع انت مين، قال لهم لحد دلوقتي مش عارفيني، من رأني فقد رأى الآب. أنا صورة الله الغير منظور. يعني إيه صورة الله؟ يعني كلمة الله. كل من لا يحب الرب يسوع المسيح فليكن أناثيما، مرفوض. هتقول لي طب ازاي انا افهم، ازاي انا اعرف احب الرب يسوع المسيح؟ في انجيل يوحنا، في انجيل يوحنا اصحاح 14 آية 15 نجد الفهم الواضح والتفسير الواضح عن كيفية محبة الله، كيفية محبة يسوع المسيح. احنا عرفنا ان الكتاب بيقول وبيحذر اللي مش بيحب الرب يسوع المسيح هو ايه؟ مرفوض، حتى لو كان مسيحي بالاسم. في آية 15 انجيل يوحنا 14 آية 15 بيقول كده، ان كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي. العلامة على إنك مش بتحب الرب يسوع المسيح؟ إحنا شفنا من شوية اللي مش بيحب الرب يسوع المسيح مرفوض، يقطع من شعب الله، غير مسموح لي بدخول الملكوت. والآية بتكشف لينا إزاي نحب الرب يسوع، وإزاي نعرف أولاد الله اللي بيحبوا الرب يسوع من كل القلب. كان أحد يحفظ وصاياي هذا يحبني. إن أحبني أحد يعمل إيه؟ يحفظ وصاياي. أنت بتحفظ وصاياه؟ لو أنا سألتك أنت بتحب الرب يسوع هتجاوب تقول إيه؟ طب بتحب وصاياه؟ لا. قريت الكلمة؟ لا. حفظت كلامه؟ لا. عشت بكلامه؟ لا. يبقى أنت بتكذب على نفسك، لا نحب باللسان ولا بالكلام بل بالعمل والحق. تيجي تقول الكتاب واضح وصريح، من لا يحب الرب يسوع المسيح فليكن أناثيما، وفي موضع آخر يقول إيه؟ إن أحبني أحد يحفظ وصاياي. ايه الدليل؟ كيف يعرف الله الذين يحبونه؟ كيف يميز الله الذين يحبونه؟ حفظ الوصايا، حفظ الوصايا والعمل بيها. انتبه، انظر للكتاب المقدس. أنا عايز أسألك سؤال، يمكن النهاردة أنت جاي في النور فالنور يكشف الضلمة اللي أنت عايش فيها. أنت جاي كتابك المقدس معك، يبقى بتحبش وصاياه. أنت جاي حامل كتابك المقدس في حضنك،
لو الإجابة لا، يبقى أنت إزاي مسيحي وجاي بتقول أنا بحبه؟ الرب قال بكل وضوح وصراحة، إن أحبني أحد يحفظ وصاياه. معنى أنك لا تحمل الكتاب المقدس يعني تحتقر وصاياه. هو بيحبك ووصاياه ليست ثقيلة. إذا أنت جيت له وقبلته وقبلت حبه وقبلت دمه، هيديك النعمة ويفتح عينك ويشيل البرقع من على قلبك والقشور من على عينيك، فتبصر وتفهم وصاياه. كم واحد فينا حاول يفتح الكتاب المقدس ولقى نفسه مش فاهم حاجة. إذا أنت بتفتح الكتاب المقدس وأنت مش فاهم حاجة، ده معناه أن ليست محبة الله فيك. إذا أنت فتحت الكتاب المقدس وتهت ومش فاهم ولا كلمة ولا فاهم الكتاب بيتكلم عن إيه، لأنك إنسان عايش في الجسد. الخطايا اسم الكتاب المقدس. عشان تفتح هذا الكتاب المقدس وتدخل لقدس الأقداس لازم تكون مقدس، وعشان تتقدس لابد انك تقبل الرب يسوع وتتغسل من خطاياك، تتبرر. دعوة الله لينا النهاردة التبرير، التبرير من الخطايا، الغسل من الخطايا. مسيحيين كتير هيهلكوا، مسيحيين كتير لما يقفوا قدام الله الديان العادل هيكتشفوا ان هم خارج الملكوت مطرودين، لان كلمة الله ليست ثابتة فيهم. المسيحية احبائي ليست بحضور الكنائس، احنا بنخدع نفسينا. المسيحية مش رضا الراعي اللي عندك في الكنيسة عنك، ده معناه ان انت ماشي صح. لا، رضا الله عنك هو المعنى ان انت ماشي صح. ينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس. لو انت بتطيع الناس وتركت كلمة الله، انت ابطلت وصية الله بتقليدك. هل انت بحثت وفتشت عنه؟ هل انت بحثت وفتشت عنه؟ مش هو اللي قال فتشوا الكتب لانكم تظنون ان لكم فيها حياة؟ فتشوا الكتب. انت فتشت؟ طب ازاي بتقول انا مسيحي؟ انت حبيت وصاياه وعشت بيها؟ طب ازاي بتقول انا مسيحي؟ مسيح البطاقة ليس هو المسيح الحقيقي، لكن مسيح الكتاب، المؤمن الذي يحمل صليبه، يحمل كلمة الله، هو ده المؤمن الحقيقي اللي بيعمل بكلمة الله. في نوعين من المسيحيين، في نوعين من الناس. في إنجيل لوقا إصحاح 6 آية 46، كم واحد فيكم بيقول له يا رب يا رب؟ كم واحد فيكم لما بيشعر بالضيق يصرخ يا رب؟ حتى الإنسان الغير مؤمن بيقول يا رب. عن أي رب أنت بتنادي؟ وعن أي رب أنت بتدعو؟ أليس مكتوب؟ انظر لهذه الآيات، انظر لكلمة الله، لأن كلمة الله تعطينا الاستنارة. أنت عارف مين هم غير المؤمنين؟ عارف مين هم اللي لسه ما دخلوش ملكوت الله؟ الكتاب يقول إبليس أعمى عيون أذهان غير المؤمنين لكي لا ينير ليهم مجد إنجيل المسيح. يبقى مين هم اللي خارج ملكوت الله وفي الظلمة عايشين؟ اللي إبليس أعمى عيون أذهانهم، ما قالش عيون جسدهم، عيون ذهنك، عيون فهمك. تسمع كلمة الله ولا تفهم، لأن الشيطان واضع برقع على عينيك. الشيطان حاطط برقع
لا يمكن تستنير عيونك إلا بروح الفهم بالروح القدس. لا يمكن تفهم كلمة الله إن لم إلا لما يديك روح الله الفهم الحقيقي. مش هذا الكتاب كتبه أناس الله القديسين مساقين بالروح القدس؟ يعني ده مش تأليف بشري. ما ينفعش حد يقدر يفسر الكتاب من تفسير خاص كل واحد يخترع. لابد من روح الكتاب هو اللي يعلن ليك قلب الله. لوقا 6 آية 46. ولماذا تدعونني يا رب يا رب وأنتم لا تفعلون ما أقوله؟ كم واحد فينا بيقول يا رب؟ ده سؤال بيسأله لك الرب نفسه. كم واحد جاي هنا بيقول يا رب؟ السؤال ده صوت الرب ليك بيقول لك كده، لماذا تدعونني يا رب يا رب وأنتم لا تفعلون ما أقوله؟ لماذا تدعونني يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب، اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا وأنتم لا تفعلون ما أقوله؟ هل أنت بتفعل وصاياه؟ هل أنت بتعيش بوصاياه؟ هل أنت بتعيش بحسب كلامه؟ هل أنت بتحب الرب يسوع كلمة الله؟ عايش بيها؟ بتطهر نفسك بكلمة الله؟ لماذا تدعونني يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب؟ ليس من يقول، ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات، بل الذي يفعل إرادة أبي. لا تظن أنك أنا ربنا موجود، ما كله بيقول ربنا موجود، ما كل الناس بتؤمن أن ربنا موجود. ما كل الناس بتروح الكنائس بتقول يا رب، بس عارف لما تقف قدامه وتقول له يا رب انت الهي ليه بترفضني؟ ليه بتطردني من ملكوتك؟ هيرد عليك يقول لك ايه؟ هيسالك سؤال، لماذا تدعونني يا رب يا رب وانتم لا تفعلون ما اقوله؟ هو ده السؤال اللي هيساله لك. جاوب، انت واقف قدامه دلوقتي والله بيسالك، جاوب. هل أنت تفعل ما يقوله الرب؟ هل أنت عايش في طاعة وصاياه؟ هل أنت بتحب الرب يسوع المسيح من كل قلبك؟ ولا بتمشي وراء وصايا الناس وتعاليم الناس ورفضت كلمة الله؟ خليك صادق مع نفسك، صدقك مع نفسك هيقودك للتوبة الحقيقية. انت واقف قدامه في محضره بيعيد عليك السؤال تاني، لماذا تدعونني يا رب يا رب وانتم لا تفعلون ما اقوله؟ احتقرت وصيته؟ احتقرت كلامه؟ قلت له يا رب ابعد عنا وبمعرفة طرقك لا نصر، وقررت انك تعيش حياتك كما يحلو لك، تعيش حياتك بطريقتك الخاصة، رفضته؟ يعني رفضت كلامه. احبائي، يسوع جاي والازمنة اللي جاية هي ازمنة قضاء. يسوع جاي واجرته معاه. يسوع جاي بسرعة. انت في الظلمة ولا في النور؟ الرب قال كده، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة. هل انت بتتبع الرب؟ لو قلت ان انت بتتبع الرب وبتمشي في الظلمة انت كاذب وليس الحق فيك.
لو انت قلت ان انت بتتبع الرب ورحت عايش في العالم وبشهوات العالم، يبقى انت بتخدع نفسك وبتدل نفسك. رب بيحبك، رب عايز يخلصك. دي دعوة الله ليك النهاردة. الرب بيسألك السؤال عشان يفوقك ويصحيك، لأنك نايم وماشي مع الأموات، مش دريان انت فين، مش عارف نفسك، مخدوع من نفسك. انتوا عارفين ان في ناس كتير مش عارفة نفسيها، بس لما تقف قدام مراية الله، عارفين ايه مراية الله؟ كلمة الله، تكشف كل خبايا قلبك، تكشف أفكار القلب ونياته. مراية الله توريك نفسك على حقيقتها، تكشف نفسك على حقيقتها. مراية الله هي كلمة الله يا أحبائي، كلمة الله المعصومة من خطأ، كلمة الله ما فيهاش غطأ. هو مش يسوع كان بلا خطية؟ وكلمة الله معصومة من الخطأ، بلا خطية، فيهاش غلطة. عندما نقبل إلى معرفة الحق نخلص، نخلص بيسوع من الغضب الآتي. غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس، إنما لطف الله وإحساناته يقتدوك إلى التوبة. أنت من أبناء الغضب ولا المطيعين اللي ربنا بيجيبهم بلطفه للتوبة؟ لطفه وإحساناته يقودوك للتوبة. انظر للآية لوقا 6 آية 46. ربنا بيكرر عليك السؤال تاني. ربما تكون في الأيام اللي فات شعرت بالضيق وصرخت يا رب يا رب، يرد الرب يقول إيه؟ ولماذا تدعونني يا رب يا رب وأنتم لا تفعلون ما أقوله؟ يعني إيه الكلام ده؟ يعني إيه أنتم لا تفعلون ما أقوله؟ كل من يأتي إلي، هو بيفسر، في نوعين من الناس بتسمع، زي ما انت النهاردة جاي تسمع كلام الله. هل اللي انت هتسمعه النهاردة بتكتبه عشان تعيش بيه؟ هل انت النهاردة جاي تسمع رسالة الله ولا جاي عايز حل مشكلتك؟ رب ما عندهوش مشكلة انه يحل لك مشكلتك، بس هل لما يحل لك مشكلتك انت هتوب وترجع ليه؟ هل لما الرب هيحل لك مشكلتك ويشفي قلبك المكسور هترجع ليه ولا ترجع لخطاياك؟ هل انت لما بعد ما الرب يطرد الشياطين من حياتك انت هتقبله وتعيش في مخافته وتعيش في طاعة كلمته، ولا هتأسي قلبك وتعيش تاني في العالم؟ هل يصح ان انت بعد ما تقبل النعمة ترجع تاني للعالم؟ ها؟ هينفع بعد ما تقبل يسوع المسيح رب ترجع تاني للعالم؟ هل بعد ما تتملي بالروح القدس ترجع تاني للخطية؟ ولا تقعد قدام كلمة الله وتوب وتقول له اغسلني 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 بكلامك، طهرني بكلامك، لان كلامك هو حق. أليس مكتوب وتعرفون الحق والحق يحرركم؟ مين اللي هيحررك؟ معرفة الحق، معرفة الكلمة. أنا عايز أسألك سؤال، في ناس كتير جات وأخدت معجزات وتشافت من وأخدت معجزات قوية جدا، وشفيوا من أخطر الأمراض المميتة القاتلة، وبعد 6 شهور جم يبكوا ويصرخوا. إيه ده؟ أنا اتصبت بمرض تاني. طبعا مش الرب قال للشخص اللي كان مفلوك، قال له ها أنت قد برئت، اذهب ولا تخطئ لئلا يكون لك أشر. يعني
جاء الرب كان بيحذره بيقول له انت اتشفيت وخدت اللي انت عايزه، عيش في مخافتي عشان لو ما عشتش وبعدت عن الخطيه هيرجع لك ده اشر. اوعى تظن سهل جدا هنا ربنا يديك المعجزه، بس لو رجعت تاني للخطيه يبقى انت اخطات باختيارك وابطلت ذبيحته. هينفع يموت تاني ويتذبح تاني ويصلب تاني من اجلك؟ ان اخطانا باختيارنا بعد ما عرفنا الحق لا تكون ذبيحه فيما بعد. يعني مهم جدا لما تقبل يسوع والرب يشفيك ويحررك تنضم للكنيسه عشان تبني ايمانك الصحيح السليم. ايه هو الايمان السليم المستقيم؟ المكتوب، كلمه الله هي المستقيمه. تنضم للكنيسه علشان ما يبقاش ده ليك اشر، تنضم للكنيسه اللي عرفت فيها الحق وتحررت عشان تسمع كلمه الله وتبني ايمانك الصحيح، ايمانك بحسب كلمه الله. الكتاب يقول ليس كل من يقول لي يا رب يا رب، لماذا تقولوا تدعونني يا رب يا رب وانتم لا تفعلون ما اقوله؟ اسمع، ده نوعين من الناس بيجوا الاجتماع هنا. كل من ياتي الي ويسمع كلامي، كلكم جيتوا للرب النهارده؟ انتبه للكلام ده. كل من ياتي الي ويسمع كلامي ويعمل به. كم واحد بيسمع كلمه الله وما بيعملش بيها؟ ده هنا الشرط، اللي بيسمع كلامي ويعمل به اريكم من يشبه. يشبه انسانا بنى بيتا وحفر وعمق ووضع الاساس على الصخر، فلما حدث السيل صدم النهر ذلك البيت فلم يقدر أن يزعزعه لأنه كان مؤسسا على الصخر. وأما الذي يسمع ولا يعمل فيشبه إنسانا بنى بيته على الأرض من دون أساس فصدمه النهر فسقط حالا وكان خراب ذلك البيت عظيم. نوعين من الناس، كل من سمع أقوالي وعمل إيه بيها. كم واحد هنا بيسمع كلمة الله ما بيعملش بيها؟ كم واحد بيسمع كلمة الله وبيقراها وما بيعملش بيها، ما بيحفظهاش؟ عارفين يعني يحفظها؟ يحفظها يعني يعمل بيها، يؤمن بيها، يسلك بيها، يطهر نفسه بيها. عشان كده بيقول ليه بتقول لي يا رب يا رب وأنت لا تفعل ما أقوله؟ طيب الرب بيشبه اللي سمعه، سمع أقواله وعمل بيها، شبهه بإيه؟ برجل إنسان بنى بيته على الصخر. لما تيجي الامتحانات والحروب الشيطانية على هذا الإنسان اللي بنى بيته على أساس صخر كلمة الله لن يسقط. لكن لما تيجي الامتحانات والاضطهادات والضيقات على كل إنسان سمع كلمة الله وما عملش بيها هيسقط في بسرعة رهيبة، سقوطه هيكون عظيم. هو ده النوعين من المسيحيين. المؤمن الحقيقي أني نوع فيهم مسيحي حقيقي؟ الذي سمع أقوال الله وعمل بها. الذي يسمع كلمة الله ويحتقرها ولا يعمل بها هذا الإنسان لا يحب الرب يسوع المسيح، لأنه رفض كلامه، جحد كلامه، احتقر كلامه. لكن يعني إيه تسمع كلمة الله وتعمل بها؟ الطاعة. طريق الطاعة هو طريق الطريق لكل البركات. طريق الطاعة هو طريق الخلاص. عشان كده الرب النهاردة بيسألني وبيسألك وبيسأل كل الحاضرين هنا واللي بيسمعوني، لماذا تقولون لي يا رب، لماذا تدعونني يا رب يا رب وأنتم لا تفعلون ما أقوله؟ إمتى يكون يسوع ربك؟ إمتى؟ امتى تفرق ان كنت انت بتعبد الاصنام ولا بتعبد الاله الحقيقي يسوع المسيح؟
ما انت ممكن تعمل لنفسك صنم وتوهم نفسك وتخدع نفسك ان انت بتعبد الاله. عن اي رب بتنادي؟ لماذا تدعونني يا رب يا رب وانتم لا تفعلون ما اقوله؟ انا بصلي ان الرب يديك فهم للرساله دي. انا عايز اقودك لمعرفه الحق، عايز اقودك للحريه الحقيقيه. عارف ليه ممكن الامراض بعد ما تاخد شفائك ترجع لك؟ لان الخطيه باقيه، وانت فاكر ان الرب هيطرد الشياطين منك ويشفيك من مرضك وانت تعيش حياتك في الخطيه. عايز تسرق الله وتسرق البركه؟ هل ده يجوز؟ ليه الشياطين ممكن ترجع لك لو انت جاي هنا مش عايز كلمه الله، عايز حل لمشكلتك؟ ممكن الشياطين ترجع لك، ممكن الامراض ترجع لك. ليه الشياطين بترجع وليه الامراض ممكن ترجع لك تاني؟ لان الخطيه لسه موجوده فيك، والشيطان بيجي على الخطيه الساكنه جواك. عشان كده بعد ما بنطرد الشياطين وتشفى من امراضك، مهم انك تتاسس على الحق، تتغرس في كلمه الله، تطهر نفسك من خطاياك بكلمه الله وبالايمان بكلمه الله. لان الشيطان لو وجد فيك خطيه هيرجع تاني ويجد له مكان فيك. اليس مكتوب يا احبائي لا تعطوا ابليس مكان؟ ده دورك ولا دور الله؟ جاوبني، ده دورك ولا دور الله؟ مكتوب ما تديش إبليس مكان، وإبليس يجد له في الإنسان مكان عندما يعيش الإنسان في الخطية، عندما يخدع نفسه. وانت فاكر إن الله هيقوم بدورك؟ الله مش هيقوم بدورك، انت عليك دور تقوم بيه، هو انك تطهر نفسك بعد ما طرد الشياطين منك، تطهر نفسك وتحفظ نفسك من الخطية والتعدي على الوصية. ازاي تحفظ نفسك من الخطية؟ طاعة الحق، تقرأ كلمة الله وتعمل بيها وتعيش بيها وتسلك بيها وتحفظها في قلبك وتحفظها في فكرك، وتبقى كلمة الله هي دستور حياتك. كلمة الله تبقى دستور حياتك. عشان كده الرب بيقول ايه؟ لماذا تدعونني يا رب يا رب وأنتم لا تفعلون ما أقوله؟ في إنسان بيسمع أقوال الرب ويعمل بيها، ده شبهه برجل إيه؟ عاقل. مين هو العاقل في نظر الله؟ مين هو الحكيم في نظر الله؟ لا تكن حكيم في عين نفسك. الحكيم في نظر الله هو الإنسان الذي يسمع كلمة الله ويعمل بيها. أقول جملة؟ لو انت ما حفظتش كل كلمة الله، مش جزء، بعد ما اسمك اتكتب في سفر الحياة يحذف. مش الرب قال ان اللي يحذف حرف من كلامي او يضيف حرف من كلامي يحذف اسمه من سفر الحياة؟ يعني لازم تجاهد وتتمم خلاصك بخوف ورعدة بعد ما اخدت النعمة وقبلت المسيح رب وامتلأت وقبلت الروح القدس. يبقى محتاج تعمل ايه؟ تكمل خلاصك وتبني ايمانك. ابنوا ايمانكم الاقدس، مصليين في الروح القدس. ابني ايمانكم الاقدس في طاعة الحق، طهروا نفوسكم في طاعة الحق، تقدسوا تقدسوا. بعد ما تبررت، التبرير ده كلام بداية الايمان، التبرير والغسل من الخطايا، ده للاطفال اللي لسه مولودين حديثا. ده التبرير، انا اتبررت، انا اتغسلت بالدم، انا اتغفرت لي خطاياي. رائع. هل تقدست؟ هل هربت من نجاسات العالم؟ هل انفصلت روحيا عن العالم؟ هل غلبت الجسد؟ هل صلبت الجسد مع الاهواء ومع الشهوات؟ دي سكه في مراحل للولاده الثانيه. الولاده الثانيه دي مش لحظه كده وتلاقي نفسك اتغيرت 100%، لا، دي بذرة بتتحط فيك. مش مكتوب إن الله يشرق شمسه على الأبرار والأشرار ويمطر على الظالمين والصالحين؟
انت دلوقتي قلبك ايه؟ ما هو الرب بيمطر عليك، انت دلوقتي بتسمع كلامه، انت دلوقتي تحت اشراقة شمسه. بس في اللي بيقبل وبيعمل فيخلص، في اللي بيرفض وبيقفل قلبه وبيقسي قلبه وبيسد ودنه فبيهلك. مكتوب إن سمعتم صوته لا تقسوا قلوبكم. تقسيش قلبك، ارجع للإنجيل. الإنجيل هو قوة الله للخلاص لكل من يؤمن. في رسالة يعقوب إصحاح 1 آية 22 رسالة يعقوب إصحاح 1 آية 21 و22 كيف تطرد النجاسة من حياتك؟ وكيف تدرك إذا كنت إنسان مقدس ولا لسه في نجاسة؟ إزاي تفرق؟ إزاي تميز إن النجاسة اتطردت من حياتك؟ كلمة الله تجيب. نجد الإجابة في رسالة يعقوب إصحاح 1 آية 21 لذلك اطرحوا كل نجاسة وكثرة شر فاقبلوا بوداعة الكلمة المغروسة القادرة أن تخلص نفوسكم. أقرأ لكم الآية دي مرة كمان، اطرحوا كل نجاسة وكثرة شر. ازاي؟ ازاي تطرح كل نجاسة وكثرة شر في حياتك؟ الإجابة في باقي الآية، اقبلوا بوداعة الكلمة المغروسة القادرة أن تخلص نفوسكم. انتبه، ازاي تطرح كل نجاسة وكثرة شر في حياتك؟ هي رسالة دي اتكتبت لمؤمنين ولا اتكتبت لخطاة؟ مؤمنين. انتبه، دي رسالة للكنايس، يعني المؤمنين قبلوا الرب، مش كاتبها للناس اللي في الخطاة اللي خارج ملكوت الله. هو بيقول للمؤمنين ايه؟ الذين قبلوا الرب يسوع المسيح رب، الذين قبلوا الفداء بنعمته، بيقول لهم ايه؟ لذلك اطرحوا كل نجاسة وكثرة شر. اطرح كل نجاسة وكسر شر، لأن القضاء بيبتدي من بيت الله. اوعى تفتكر بعد ما عرفت الحقيقة وقبلتها وعرفتها وترتد عن الإيمان، نفس الحق اللي انت سمعته وقبلته هو نفس الحق اللي هيدينك إذا رفضته وما كملتش. اطرحوا كل نجاسة وكسرة شر. كيف نطرح كل نجاسة وكسرة شر؟ الإجابة في باقي الآية، فاقبلوا بوداعة كلمة الله المغروسة لأنها إيه؟ قادرة أن تخلص نفوسكم. قادرة. مين اللي هيخلص نفسك من كل نجاسة وكسرة شر؟ هل انت بتقعد مع كلمة؟ هل بتخلص نفسك؟ هل بتطهر نفسك من كل نجاسة؟ ولا انت فاكر ربنا ده تدعك المصباح يقولك شبيك لبيك؟ فاكر ربنا ده يعمل لك اللي انت عايزه، ولو ما عمل لكش اللي انت عايزه خلاص انا مش عايزك؟ مخوف هو الوقوع في يد الله الحي. هل انت قد الوقفة قدامه في يوم الدينونة؟ قد الوقفة قدامه؟ اذا ربنا بيدعوك باللطف بالوداع على الخلاص، ربنا بيدعوك بالحب انك تقبله، هو بيحبك، تعال اليه وافهم مقصده وافهم خطته لحياتك، اقبل كلامه بوداع وتواضع، احني راسك لكلمته، تيع كلمته، ما تخليش افكار الشياطين وافكار قلبك الشرير تقودك للجحيم. اخدع نفسك لله، اخدع نفسك لكلمة الله، هو ده الحق اللي هيحررك.
الرب قال وتعرفون الحق والحق يحرركم من الخطية. مفيش تحرير من الخطية، مفيش تحرير من الشيطان إلا بمعرفة ربنا يسوع المسيح، إلا بمعرفة الحق. لذلك يا أحبائي اطرحوا كل نجاسة، اطرحوا كل نجاسة، اهربوا من كل نجاسات العالم، اطرحوا كل قصر شر، واقبلوا بوداعة كلمة الله المغروسة، لأنها قادرة أن تخلص نفوسكم، قادرة. إذن إمتى تعرف إنك مش نجس وخالي من الشر؟ إمتى تعرف؟ لما تقبل كلمة الله، مش لما تيجي الكنيسة وتسمع الواعظ. الواعظ هو الأداة اللي ربنا بيستخدمها، هي نداء السماء ليك للتوبة. السماء بتنادي عليك توب من خلال الواعظ، دي منادات روح الله ليك. اقبل بوداعة كلمة الله لأنها قادرة أن تخلص نفسك. إيه اللي هيخلص نفسك من الأرواح الشريرة؟ إيه اللي هيخلص نفسك من الجحيم الأبدي؟ هل أنت ما عندكش خوف من الله؟ هل أنت مش خايف من الوقفة قدامه في النهاية؟ كل نهاية كل شيء قد اقتربت يا أحبائي. مش مصدق؟ انظر حواليك، شوف الحروب، شوف الأوبئة، شوف المجاعات، شوف الغلاء اللي الناس عايشة فيه. اصحى، استيقظ أيها النائم وقم من بين الأموات فيضيء لك المسيح، يضيء لك الإنجيل. اقبل بوداعة كلمة الله، اطرح كل نجاسة، طهر نفسك من كل نجاسة في طاعة الحق، طهر نفسك من كل نجاسات العالم، واقبل كلمة الله المغروسة فيك لأنها قادرة وحدها وحدها أن تخلص نفسك. دور على خلاص نفسك. يسوع بيحبك، وصاياه ليست ثقيلة، نعمته متاحة ليك. ما هو قال في أفسس 2 آية 8 بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم وليس من أعمال لكي لا يفتكر أحد. هو مش جه فداك وسفك الدم من أجل تبريرك؟ سفك الدم من أجل إيه؟ تبريرك، عشان يغسلك من خطاياك فتدوق النعمة جواك، تلمسه جواك. عارف أول ما النعمة تزورك؟ عقلك يتعلق بيه. لما كنت في الخطية ما تقدرش تحضر اجتماعات، لكن لما يبدأ يغسل فيك تبدأ تتمتع بيه وتفرح بيه وتفرح بخلاصك وتلتصق بكلمته وتحب كلامه. مش هو قال إن أحبني أحد يحفظ وصاياي؟ هو قال كده ولا ما قالش؟ ده مش كلامي. هو قال العلامة على حبك لله حفظ الوصايا، العمل بيها. حفظ الوصايا يعني تسمعها وتعمل بيها. وانت وفي الاجتماع مهم جدا تبقى حامل كتابك المقدس في كل مكان، مش بس في الكنيسة. مش هو ده انجيل خلاصك؟ جاوبني، مش هو ده انجيل خلاصك؟ يبقى تحمله في كل مكان معاك ولا لا؟ وانت رايح الشغل معاك كتابك، وانت في اي مكان رايح معاك كتابك، مش بس الكنيسة. لازم تفهم حمل الكتاب مش عشان القسيس نداك من على المنبر وقال لك لازم تدخل الكنيسة معاك كتابك، لا. حمل الكتاب المقدس ده معناه ان انت بتدور على خلاصك، بتطهر نفسك بكلامه. ده الهدف من حمل الكتاب المقدس. مش الرب قال احملوا نيري عليكم وتعلموا مني لاني وديع ومتواضع؟ النير التعليم، كلمه الله. نيري هين وحمل خفيف، كلمته حياه لمن يجدها. عارفين ايه هو الضلال يا احبائي؟ كيف تفهم او تميز ان كنت في ضلال ولا في الحق؟ تضلون إذ لم تعرفوا الكتب ولا قوة الله. أقول تاني يمكن ما سمعتش. تضلون إذ لم تعرفوا الكتب ولا قوة الله. ما قالش تضلون لو ما رحتوش الكنائس، ما قالش تضلون لو ما صمتوش، ما قالش تضلون لو ما صليتوش. كل ده ممكن يعملها الأمم. انظر حواليه، إبليس بيعرف يقلد.
عشان كده الرب قال الضلال وعلامة الضلال تضلون إذ لم تعرفوا الكتب ولا قوة الله. يبقى منين تعرف أنت ضال ولا لأ؟ لو ما عرفتش كتب المقدسة، لو ما عرفتش الكتب المقدسة. مش هو قال كده تضلون؟ ها؟ تضلون لو مشيت ورا التقليد وتركت كلمة الله. تضلون لو مشيت ورا الناس. يا أحبائي، أليس مكتوب أبطلتم وصية الله بتقليدكم؟ أبطلتم وصية الله بتقليدكم. لما تتبع التقليد تبطل الوصية. لما تتبع التقليد وتترك كتابك المقدس أبطلت الوصية، أبطلت كلمة الله، جحدتها، دست عليها، دست على دم يسوع، لأنك تبعت وصايا وتعليم الناس وتركت وصيته. هو ما قالش إن الخلاص مشيت ورا الناس، هو قال الخلاص إيه؟ قال إيه الخلاص؟ إن أحبني أحد يحفظ وصاياي. تحب الرب؟ احفظ وصاياه. دي دعوة الله ليك النهاردة، ده نداء الروح القدس عليك النهاردة، احفظ وصاياه، حب كلمته لأن فيها خلاصك. أقول آية واختم بيها، انتبه للآية دي. الرب بيأمرنا عيشوا فقط، عيشوا فقط كما يحق لإنجيل المسيح. عيشوا إيه؟ فقط، فقط كما يحق الإنجيل المسيح. يعني تعيش فقط في علاقتك مع الله بالإنجيل. اسمعش الحد اللي بيجي لك من الله، الخادم اللي بيجي لك من الله بيتكلم بكلام الحياة الأبدية، مش بيخاطب عقلك، بيخاطب قلبك. عشان كده تسمع الكلمة تدخل قلبك تطهرك. الكلمة الحية مش هتلاقيها بتدخل عقلك، الكلمة الحية بتلمس قلبك من جوه. لو روح الله بيكلمك قلبك هيتلمس، لأن روح الله بيكلم روحك مش بيكلم عقلك. عيشوا فقط، دي منادات الروح القدس النهاردة. عيشوا فقط كما يحق الإنجيل المسيح. اقبل كلمة الله، اسمعها، اعمل بيها. عشان كده بعد كده لما تدعوه تقول له يا رب يا رب، يرد عليك يقول لك ها أنا ذا، ماذا تريد أن أفعل لك؟ مهم تدرك تبريرك، مهم تدرك هويتك. لابد أنك تفهم يعني إيه التبرير والتحرير والغسل الخطايا. ازاي تدرك انك تفهم كلمة، تؤمن بكلمة الله وتطيعها وتفهمها وتعيش بيها؟ اخر آية بتقول وتعرفون الحق والحق يحرركم. وهلك شعبي لعدم المعرفة، لعدم المعرفة. يبقى بيجي الهلاك منين؟ لعدم المعرفة، لعدم المعرفة، لعدم المعرفة. هلك شعبي لعدم المعرفة. ربنا مش بيدعوك تحفظ الآيات وترددها كبغبغان. حفظ الوصية مش معنى انك ترددها وانت مش فاهمها. حفظ الوصية يعني تسمعها وتعمل بيها وتعيشها وتختبرها. ياما ناس بتردد كلمة الله هم مش فاهمينها، سمع الواعظ فنقل ردد كلام الواعظ زي البغبغان. لا، ربنا بيدعوك تعمل بالكلمة، عيش بيها، تبقى الكلمة دستور حياتك، تطيع الوصايا. رب يريد خلاصك، يريد شفائك، تحريرك من الأرواح الشريرة. هو يريد. هل أنت تريد أن تحيا من أجله؟ هل أنت عايز تعيش من أجله؟ دي رسالة الرب ليك، مش حضور الاجتماعات مرة يبقى أنت بتخدع نفسك. معرفته، لما تيجي النوع ده من الاجتماعات اسأل نفسه هل أنا عرفته؟ هل أنا اختبرته؟ هل أنا دقت صلاحه؟ هل دقت موهبته السماوية؟ هل دقت كلمته الصالحة؟ هل اختبرت قوات الظهر الآتي؟ هل صرت شريك الروح القدس؟ هل اتغسلت من خطاياي؟
دي أسئلة مهمة جدا، مش مجرد تسمع تيجي اجتماع وخلاص، يبقى أنت بتضيع وقتك وبتضيع حياتك، مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة. خلينا نقف نصلي.